تحية لكم مشاهدين عبر قناة سماء الفضائية. نتواجد الآن في حي الأربعين في مدينة حما، هنا حيث المكان الذي انهار به البناء المؤلف من 7 طوابق نتيجة الزلزال الذي ضرب سوريا الأسبوع الفائت. تقوم الآن وحدات الدفاع المدني إضافة إلى الجهات المختصة من وحدات الأمن الداخلي وأيضا الوحدات المحلية وأيضا وحدات مجلس المدينة بمساعدة الأهالي بعملية إفراغ المبنى المجاور للبناء المنهار بإفراغ ممتلكاتهم وأساس هذا المنزل. طبعا البناء آيل للسقوط حسب لجنة السلامة الإنشائية التي حددت بأن المبنى يجب عملية هدمه بشكل كامل نتيجة الأضرار التي لحقت به نتيجة الزلزال. معنا الملازم يحيى الشعار من مرتبات الدفاع المدني. سيادة الملازم، ما هو العمل حاليا ومتى ربما يتم عملية الانتهاء من هذا العمل نتيجة صعوبته؟ نحن نلاحظ عدم وجود الأدرج، عدم وجود ربما الآليات الحديثة تعيق العمل وتؤخر هذا العمل. بداية الله يرحم الشهداء والشفاء العاجل للجرحى. بعد أن قمنا بإنشاء الضحايا من تحت الأنقاض، الآن نعمل على تفريغ المنازل من المعدات المنزلية، من غرف نوم، من مطبخ، من جميعه، وتسليمها أصولا إلى أصحابها مثل ما تشوفون قدام الكاميرا. يعني باعتبار البناء مهدد بالهبوط بأي لحظة، علينا نحن بمساعدة أخواتنا بالدفاع المدني تنزيل جميع محتويات البيوت وتسليمها أصولا لأصحابها. تماما، شكرا لك. إذا كما نشاهد عملية إنزال وأفراغ هذه المنازل من أجل التخفيف على أصحاب تلك المنازل ومن الخسائر. طبعا بلغت عدد المنازل التي تم إخلاءها من سكانها ضمن محافظة حما مدينة وريف 500 منزل. عدد من هذه المنازل مهدد بالانهيار بشكل كامل، البعض الآخر هناك لجان تدرس هذا الموضوع من أجل عملية دعم هذه المنازل إنشائيا ليتم إعادة الأهالي إليها بشكل مباشر. طبعا الأهالي الذين خرجوا من هذه المنازل هم موجودون ومقيمين في مراكز إيواء وأيضا ضمن المراكز التي حددتها الدولة السورية لإقامة العوائل التي تضررت نتيجة الزلزال، وهناك مساعدات تصل إليهم بشكل كامل وهناك تعاون بين الجميع للتخفيف من أضرار هذا الزلزال على تلك العوائل التي خرجت من منازلها وتهجرت وتضررت كثيرا نتيجة الزلزال. كنت معكم من حي الأربعين في مدينة حما، عبد الغني جاروخ، ومن خلف العدسة الزميل محمد ضبع.